الله يبارك فيك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. بطولة جديدة بتضاف لسجلات بطولات النادي الاهلي يا كابتن خالد، حاجة جميلة جدا الحقيقة. طبعا وبطولة غالية طبعا غالية علينا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بتوفيقه قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يحصلوا على البطوله رقم 12، وده انجاز في اخر 5 سنين. وصلوا 5 فاينل، كسبنا 4، انجاز تاريخي بالنسبه حقيقي. لهذا الجيل اللي انا بسميه جيل عظيم، ولاعيبه على قد المسؤوليه وعلى قدر كبير جدا من المسؤوليه وتحمل المسؤوليه. شرفوا جماهير النادي الاهلي وشرفوا اداره النادي الاهلي وشرفونا جميعا واسعدونا بهذه البطوله لا الغاليه. والميزه ان انت يعني انت خدت ال 12 دلوقتي بتسمع ال 13 كمان على طول على من طول تاني يوم. تستناش يعني. الراجل في المؤتمر الصحفي قال هذا الكلام مستر كولر، حتى قال لك انا عارف ان الناس وانا ماشي هتقول لي كولر فين ال 13. 13. يا هو النادي الاهلي كده على مدار التاريخ ومدار الاجيال ومدار العصور، هو النادي الاهلي كده بيكسب بطوله بيفكر في البطوله اللي بعديها، وعشان كده هو نادي السعاده. انا مسمي النادي الاهلي هو نادي السعاده اللي بيخلي كل الشعب المصري في حاله سعاده وحاله انبساط.